في فقرتنا أطبية اليوم رح نحكي عن اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء. شو هي العوامل، شو هي الأسباب لهي الاضطرابات والعوامل النفسية والضغوطات النفسية على المرأة، وكمان رح نحكي عن العلاجات الحديثة. معنا الدكتورة يسرى. كيف صباح الخير دكتورة؟ صباح النور يا هلا. أهلا وسهلا فيك دكتورة يسرى، أنت أخصائية بأمراض النسائية. اليوم رح نحكي عن اضطرابات الدورة الشهرية عند النساء. كبداية نحن حابين نعرف هاي الاضطرابات، شو هي اضطرابات الدورة؟ شكرا كثير على استضافتك وبشكر قناة سمارة كثير. هي الدورة الشهرية هي عادة فيزيولوجية عند أي مرأة، تعتبر حادة فيزيولوجية، فهي تبدأ من سن 10 لسن 18. فأقل من ذلك، أنه إذا كان أقل من 10 سنين تعتبر حالة غير طبيعية، فوق 18 كمان تعتبر حالة غير طبيعية. فمن هالمنطلق نحن نبدأ بالاستفسار، والمريضة تراجع انه ليش والله هلا تاخر الدورة. مثلا في ناس يجوا انه صار عندها بلوغ مبكر، هاد يعني شغلة مو طبيعية. فالمريضة تيجي تستفسر عن هالحالة، او انه تاخر الدورة ما اجت الدورة، فوق سنة 18، فوق اللي فوق سنة 15 يجوا يسألوا. فنحن نقول نصبر لسنة 18، تعتبر حالة طبيعية لسنة 18. هي الطبيعية بالسنة بال 18 سنة. بال 18 سنة، ايه. طيب دكتورة، إذا تأخرت فوق ال 18 ضلت لل 20، هي كمان ما تكون حالة طبيعية ولا طبيعية؟ هي طبيعية مو طبيعية، يعني إذا لل 18 حد أعلى. يعني حد أعلى للدورة الطمسية سنة 18، بعد سنة 18 نبدأ يعني بالفحوصات، إنه ليش تأخرت؟ يعني نبدأ نفحص المريضة إنه في أسباب تؤدي إلى تأخر الدورة. طيب الأقل من 15 هي تعتبر اضطرابات؟ أقل من 10 تعتبر اضطراب. أها، فوق العشرة عادية، عادية طبيعية. طبيعية، إيه. هلا في ناس يجوا يقولوا ترى والله بنتنا صغيرة، يعني بصف خامس هي وإجتها الدورة يعني صغيرة، لا هاي بتكون حالة طبيعية. مرضية طبيعية، فوق العشرة طبيعية. بس تحت العشرة؟ تحت العشرة تعتبر حالة اضطراب. طيب بلوغ مبكر هذا. طيب دكتور، العوامل، يعني العوامل اللي مثلا بتخلي الدورة تضطرب، شو هي العوامل فيه؟ إنه في عوامل متعددة، هي في عوامل غدية، في عوامل بيئية، في عوامل وراثية، في عوامل بتكوين المرأة بحد ذاتها، يعني من سن من هي ببطن أمها تصير عندها تشوهات، يعني من هو يكون جنين، تكون الجنين تصير عندها تشوهات في بالأعضاء التناسلية عند المرأة. فنحن نبدأ بالسبب الأول، شيء نبدأ نفحص إذا كان في يعني تأخرت الدورة ما أجت، عندي صار اضطراب تأخر طمس. فنحن نسأل أول شيء نفحص الأعضاء التناسلية عند المريضة. فنشوف إذا ما في شيء فنبدأ بالدراسات الثانية، دراسات الهرمونية، يعني السبب الأساسي مثلا فيها الأسباب البيئية. في بالمناطق الحارة تبدأ إنه الدورة تجيها بكير، يعني سلو عندنا بلوغ مبكر. بالمناطق المعتدلة هاي نتيجة البيئة على تأثير، نتيجة البيئة، لكن الحرارة على تأثير بالبلوغ المبكر والمتأخر. فلما تكون المناطق الحارة تصير بلوغ مبكر عند المريضة، أما بالمناطق الباردة والمعتدلة تصير بلوغ متأخر، يعني غالبا هذول عندهم فوق ال 15 عند البلوغ. اما عند المناطق، نحن مناطقنا اغلب شيء بسن ال 10، اقل من يعني دائما يكون بين 10 و 12. نحن مناطقنا حاره، فبين 10 و 12 تكون. طيب دكتوره، يعني الاسباب كمان في اسباب ثانيه ما عدا مثلا البيئه بتاثر عليه، او مثلا الاسباب مرضيه، في مثلا اسباب مرضيه؟ اهم الاسباب هي الاسباب الغديه، الغده ما يتعلق بالغده الدرقيه، يعني والغده النخاميه اهم سببين شائعين يعني. فبهالحاله نبدا بالدراسات الهرمونيه، فشفنا إذا في عندها اضطراب هرموني نعالج الاضطراب الهرموني، إذا ما في عندها اضطراب هرموني بيكون شيء ثاني بأسباب، إنه أحيانا حتى تكون أسباب وراثية لدور كمان. الأسباب الوراثية تلعب دور، لكن خصوصا الزواج الأقارب. دكتورة، هاي الأسباب الوراثية حتى لو كان تحت العشرة وحتى لو كان فوق العشرين هي تعتبر طبيعية؟ طبيعية، إيه، إنه عندك حالة وراثية. ما لها تأثير مضاعفات مثلا على المرأة مع بالأيام الجاية بالمستقبل؟ غالبا ما لها تأثير، إنه هاي وراثية عندك، طالما انه بس انه واحد يخاف من مشكله الانجاب، بس اكثر من هيك ما في شيء. يعني احتمال يصير في مشاكل بالانجاب. من الانجاب، ايه، اكثر من هيك ما في. طيب دكتوره، بس معنا اتصال. الو الو، صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، ممكن اتحدث مع الدكتوره يسرى؟ تفضلي الدكتوره معك. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام. دكتوره، ممكن سؤال على تفضلي. معك دكتورة عندي الأمية اللي تضرب بس كمان عيدي السؤال، لأنه الاتصال شوي مو واضح. إذا فيك تعيدي السؤال. بعد 12 شهر من الدورة تضرب
الإبرة إيش؟ الإبرة اللي بتنضرب اللي بعد الدورة ب 13 يوم هيك شيء، إنه هي طبيعية؟ ما بعرف والله أنا ما فهمت السؤال. أنا ما فهمت مشكلة في تغبيش كتير. يعني في إبرة يمكن تنتظم فيها الدورة ولا لا؟ أنت بتنضرب يمكن؟ لا ما في هيك حالة. ما في هيك حالة، هي حكت ما بعرف، إنه اتصال مو واضح كتير. إنه الإبرة مشان يعني تأخر التماس هو عندك، يعني ما عم تجيك الدورة؟ لا قالت هاي ما تأخر بالدورة، هي حكت عن الإبرة، خليها تعاود الاتصال معنا لأنه فعلا الصوت ما صوت كان واضح شو ما في. طيب دكتورة نرجع للأسباب، يمكن عم عني صوت التلفزيون فمشان هي يمكن لأنه فاتحة صوت التلفزيون. دكتورة نرجع للأسباب المرضية، الأسباب الوراثية نحن حكينا، الأسباب الوراثية طبعا هي حالة طبيعية، احتمال انت بتقول احتمال تاثر على الانجاب. هون في الحالات انتم كيف مثلا كاطباء في حال المريضه راجعت الطبيب انتم كيف راح تحسوا انه هي احتمال تاثر على الانجاب؟ كيف تقوها انه مثلا تقي حاله انه تنجب بالاخير، يعني انه مثلا يعني من ناحيه المعالجه؟ يعني اهم شيء نقول لها انه يفضل من هالعائله انه ما تاخذوا من بعض. يعني زواج الاقارب هو بشكل طبيعي زواج مو طبيعي. فانه اهم شيء نقول انه والله لا تاخذي ابن عمك ابن خالك عشان انه المستقبل ما ياثر عليكي. بس اذا مثلا يكون اخذيه وما عم تجيب اولاد، فبدري اساد بين احيانا تكون يعني كل شيء عندها طبيعي بس الانجاب ما في. طيب دكتوره ولا بدي اقاطعك، اتوقع المشاهده رجعت عودت الاتصال. الو الو. عليكم. وعليكم السلام. تفضلي دكتورة معك. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام اختي. دكتورة ممكن سؤال؟ تفضلي. دكتورة انا عندي بقص موبايل. ايوه. ماشي، اخذت منشط موبايل وقصتي ابر تفجيرية. ابر تفجير ايوه. تعتبر عادية، بس أهم شيء تراقبي الإباضة عندك، إذا كانت حسب تروحي عند دكتورتك تراقبك على السونار، إذا الإباضة وصلت لل 18 قياسة ففينا تضربك بأي يوم كانت مو مشكلة، بس هي أهم شيء مراقبة السونار، يعني مو بشرط تضربيها باليوم ال 11 أو 12 أو 13، أحيانا في ناس تضربهم باليوم 16 كمان، بس هاي تعتبر أهم شيء تروحي عند الدكتورة تشوفك على السونار، شوفي إذا الإباضة صارت كويسة حجم البيضة منيحة تضربك الإبرة وتصير انفجار عندك وتصير حمل إن شاء الله. تفضلي. بلي مزبوط. يعني 36 ساعة تصير تنفجر الإباضة. 36 ساعة. يعني بعد يوم ونص. اتوقع انقطع. على عيني. شكرا على الاتصال. دكتوره نرجع لحديثنا لموضوعنا، نحكي عن الحالات المعالجه او الحالات المرضيه بالاول. انتم مثلا كيف في حال تاخر الدوره بالحالات المرضيه من ناحيه مثلا يعني من ناحيه المرضيه انتم كيف بتعالجوا هذا الموضوع؟ حسب السبب. مثلا سبب شفنا سبب هرموني نعطيه منظم هرموني انه ينظم لنا الهرمونات عند الجسم وتنتظم الدوره عندها. في اكثر شيء البنات العمر بين العمر لل 16 لل 20 هن اكثر شيء راجعونا انه والله تقول الدكتوره عندنا اضطراب تمس مع شعرانيه وشعرانيه اكثر شيء تركز بالوجه فالمريضه تنضايق من هالشغله فتيجي تراجع انه دكتوره انه مو مشكله عندي الدوره المشكله عندي شعرانيه كمان تعالجيني هاي لها علاقه ببعض لكن يعني غالبا بالمبيض متعدد الكيسات تترافق اضطراب التمس مع الشعرانيه. طيب دكتوره كمان رح ارجع اسالك هذا الموضوع لكن معنا اتصال ثاني. الو. وعليكم السلام. يا هلا تفضلي، مين معنا؟ ايمان. يا اهلا وسهلا ايمان. ايمان تفضلي الدكتوره معك. تفضلي. ايوه يوجعني ورحت اخذت السونار يقول لي ما بيت شيء اليسرى لسه بس الصدر الايسر يجعك يعني يحتقن عندك بس الصدر الايسر اي اليسر طيب هل الالام تجيكي قبل الدوره ولا بنص الدوره ولا امتى تكون يعني دكتور قلت اخذت انا السونار قال لي ما بيت شيء لا الوجع امتى يجيك الوجع اختي
هلا الوجع الوجع امتى بيكون؟ بالدوره ولا بعد الدوره ولا قبلها؟ يعني ما ما سوي شيء. هي بتقول ما بعرف، يعني هي ما بتعرف بالضبط امتى بيجي الوجع، بس هي في عندها صدر بيوجعها دكتوره، وبتقول انه عملت سونار وما في شيء قالوا لها. هو حاله طالما غالبا تكون لما تكون قبل الدوره تعتبر حاله طبيعيه. حاله طبيعيه. وغالبا هي متزوجه حضرتك؟ راحت تتوقع انقطع الاتصال. انت متزوجه؟ انا لا بنية. لساتها بنت هي. ايه غالبا تكون عند البنات صدر اكبر من صدر. يعني بشكل فيزيولوجي في ناس عندهم صدر اكبر من صدر، فيصير احتقان اكثر شيء بالاحدى الثديين، فتحس المريضه انه والله في شيء مرض، بس هو مو مرض عادي. هي حاله طبيعيه. طبيعيه ما فيها شيء. تمام، هي حاله طبيعيه. شكرا على الاتصال. ما في شيء. دكتوره نرجع لحديثنا، انت قلتي انه هي مرتبطه بالشعرانيه بالوجه كمان بالحاله. كيف يعني؟ مثلا في حاله تاخر الدوره يعني انه شو بيزيد نسبه الشعر او الهرمونات بتزيد او لا؟ اذا بتزيد الهرمونات الذكريه فهالحاله تؤدي انه ظهور شعرانيه على الوجه. هاي بكون زياده هرمون الاستروجين. فمن هالحاله مثلا مريضة تقول لها والله في ناس قالوا لي روحي اعملي الليزر. في ناس نصحوني بشيء ثاني. اهم شيء ونسبه نحن بنشاهد نسبه كبيره من البنات بيعملوا ليزر. ما اقول لك يعني هالحاله كثير شائعه. نحن نقلها طالما انه فحصيه فحص الهرمونات والله في نسبه زياده بالهرمونات، فحصيه على السونار والله في مبيض متعادل الكيسان عندها. فبهالحاله نعالجها المعالجه هرمونيه. نعطيها هرموني ونظمنا الدورة الشهرية. بعدها انه بس مو انه بس نيجي نقول ترى والله هاي شهر ما تغير شيء، بس مو انه مثلا مفعول سحري يعني، يطول شيء مدة ست اشهر سنة، اهم شيء يخفف الظهور الشعراني. طيب دكتورة معنا اتصال ثاني. الو الو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا تفضلي، مين معنا؟ ممكن وفاء من بابل. اهلا وسهلا وفاء. وفاء الدكتوره معك، تفضلي. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام اختي. دكتوره ممكن سؤال؟ تفضلي. دكتوره هل صحيح هذا المعتقد انه الدوره من اول يوم الدوره لحد يوم 16 انه ممكن اذا حدث بعد يوم 16 انه ممكن يكون الحمل بذكر؟ يعني من يوم اول يوم من الدوره اليوم 16 يكون ذكر؟ هذا هو الاعتقاد؟ يعني نحسب من اول يوم الدوره الشهريه الى يوم 16 تقريبا، وبعد هاليوم يكون مثلا تجاوب يلا ذكري، صحيح ولا لا؟ شوفي اختي، انت لازم تحسبي ايام الدوره عندك، حسب ايام الدوره، اذا كان دورتك 30 يوم فيعتبر عندك يوم الاباضه ذكريه يوم 18. إذا كانت إذا كانت 28 يوم فتعتبر يوم 14، عرفتي؟ يعني تطرحي منها كل مرة 14 يوم تجيكي يوم إنه هاي الدورة تكون دورة ذكرية. يعني هي بتجي حسب أيامها. أيام الدورة، إي مو إنه والله مثلا في وحدة عندها الإباضة عندها باليوم 12، في ناس باليوم 14، في ناس 16، حسب الإباضة. لازم تعرف أيام الإباضة بعدين تعرف قد إيه 14 يوم؟ إيه؟ اذا كانت ذكري او انثوي او اكثر شيء ما تكون باين ان نحن نقول بين بين 10 باليوم العاشر من الدوره ليوم 18 غالبا ذكري هذا هدفه. الا يعني في حالات شاذة ما في قاعده ثابته. ايه تمام. دكتوره معنا اتصال ثاني. الو الو مرحبا. يا اهلا وسهلا، تفضلي، مين معنا؟ ام حليم. يا اهلا وسهلا فيك، تفضلي اذا حابه تسالي الدكتوره معك. شلونك دكتوره؟ الله يسلمك يا رب. دكتورة بنتي عمرها 18 سنة. تفضلي. كانت تجي الدورة متخربطة، شو صار لها ست شهور متوقعة هسا؟ شو؟ والله سارة ست شهور يعني متخربطة الدورة عندها. يعني الدورة أول شيء كان عندها منتظمة بعدين تخربطت. صار لها ست شهور دكتورة بتقول. أختي هاي غالبا لازم تشوف تعمل تحاليل هرمونية. إذا ما فيها شيء تعمل سونار. هو غالبا هدول يكون عندهم يا اما حاله نفسيه عندها او انه يكون مبيض متعدد الكيسات. تعمل هالحاله تاخذ مبيض متعدد الكيسات. عندها كيسات صغيره عن مبايض، تعمل اضطراب طمس بعد ما كان منتظم. عرفتي يا اختي؟ انا مو انا وزيت الدكتوره اضطراب الحب بس بالدوره وما عرفت ايش عدد ايش نوع الحب بس نوع الدواء شو هو؟ الاسم اسم الدواء اللي عم تاخذيه هي بنتها موي
اتوقع انقطع الاتصال. ما عاد الحمد لله بس الدكتوره حد هذا شو اسمه هي غالبا تعطيها والله نزلت يعني هي غالبا ما اعطى الدواء؟ ما اخذت يمكن نعم بنتك عم تاخذ الدواء ولا ما عم تاخذ شيء؟ اتوقع انقطع الاتصال دكتوره رح ترجعي تجاوبيها معنا اتصال ثاني الو؟ الو صباح الخير الو صباح الخير الو صباح النور السلام عليكم وعليكم السلام يا هلا تفضلي مين معنا؟ ممكن احكي دكتوره؟ تفضلي الدكتورة معك. ألو. تفضلي. أنا الدكتورة. الله يسلمك. دكتورة أنا عندي حمل في الحرام. والحمل ضعيف. الحمل ضعيف. وعندي وجع مو طبيعي. ومخنا ولحد الان بعد ما علقت تقريبا سنه 20 يوم كثير مغبى صوتك ضعيف كثير عم يقطع الشبكه عندك ما فينا اللي عرفناه بس انه عندك حمل ضعيف اي يعني حضرتك حامل هلا؟ في حمل هلا؟ حاولي كمان ترجعي تسكري ترجعي تتصلي فينا لانه الاتصال عندك ضعيف كثير هي ما بعرف يمكن قالت انه حمل عندها ضعيف تحاول ترجع تتعود الاتصال معنا دكتوره نرجع للحالات النفسيه دكتوره الحالات النفسيه هي كثير بتاثر على الدوره اكيد يعني بيقولوا انه احيانا الدوره بتتاخر بالحاله النفسيه بس ما بعرف هاي الدوره في حاله تاخرت في لها اضطرابات على المراه ولا لا اذا حاله نفسيه اذا راحت الحاله النفسيه احيانا ترجع الدوره الطبيعيه بحد ذاتها بدون ادويه بدون شيء وفي احيانا انه تتاخر يعني في ناس مثلا تجيها صدمه قويه فاحيانا تاخر عندها شيء سنه سنتين فبالحالة نحن نظمنا الدورة أعطيها منظم دورة طيب دكتورة ما هي مقلة مضاعفات لما تتأخر سنة سنتين يعني على الجسم لأنه أحيانا البنت فيه. مثلا أو المرة بتحس قبل الدورة أنه هي مثلا عندها ضغوطات نفسية بتحس بالضغط النفسي هاي كيف بتكون إذا سنة سنتين يعني والله تحس كتير يعني مضاعفات كتير سيئة يعني هي حالة نفسية اكتئاب حاد يعني دائما تشوفيها مزعوجة يعني حتى راحة نفسية ما في عندها فمشان هيك أهم شيء نكون أنه والله نحن ننظم لها شوي مشان منها تهدأ ومنه انه يكون ما ياثر عليها مستقبلا كمان واكثر شيء نحن عندنا حالات الانجاب اذا المراه ما جابت تروح مستقبلها كله صح اي فهذا اهم شيء يمكن الو معنا اتصال الو الو صباح الخير الو صباح الخير الدكتوره يسرى تفضلي الدكتوره يسرى تفضلي الدكتورة يسرى معك انت على الجو علي ام اسراء احد اسئلة الدكتورة تفضلي عيوني علي عندي ثلاث بنات وصار عندي ولد ورا البنات هذا السنتين ولين 40 سنتين عندي عمري 46 يعني اريد يصير بهالسنة زوجي يعني يريد مني اخلص ولد يصير من 46 وانا هسه دخلت الدوره علي يعني شهر بشهرين يعني حضرتك هلا متاخره عليك الدوره انه في حمل ولا انه صار عندك اضطراب الدوره؟ لا ما عندي اي شيء مكاني يعني يصير هسه الحمل 46 سنه لعمري هي 46 بدها يعني انه تحبل هي تصير ولا ما بتصير بتصير ايش ما بتصير بس انه واحد يخاف اكثر شيء من التشوهات انه يجي طفل مشوه بس غير هيك ما فيش يعني فينك تحبلي يعني يعني 46 ما يصير يعني اي شيء 46 يرهم دكتوره شو يعني 46 بالعمر يرهم انه تجيب اولاد هي انه ايه لا فينا تجيب في ناس يجيبوا بالسن ال 50 كمان عادي يعني انا مريضه عندي جاز بس عمرها كان 53 حتى لما اخذناها على المشفى عناصر المشفى استغربوا انه شو عندي بس هي انه المره ليش دكتوره مثلا حتى وبهذا السن احتمال عندها يكون عندها انجاب هي على الطاقه مثلا ولا على صحه الجسم بيضل
واحد صاحب دل... وغالبا على الدوره الدالين طالما عنده دوره منتظمه وعنده في ناس عندهم وراثي يعني ما تنقطع الدوره عنده لسنه 55 كمان يعني فضل عندهم بمجرد ما الدوره مستمره هي عنده امكانيه عنده امكانيه حبل بس انه واحد يخاف من التشوه هذا فوق سن ال 40 واحد يخاف من المنقوليه فالواحد يتجنب بعد سن 40 يجيبوا له. طيب هون انتم ما بتقدروا تتحكموا مثلا اثناء الحمل بالطفل انه يمنعوا التشوهات؟ ونحن اهم شيء نعطي في حب أدافول نعطيه قبل 3 اشهر من الحمل انه مشان انه يقي من التشوهات مو انه يعني كامل ما يتشوه الطفل ايه بس انه غير هيك ما فينا نسوي له شيء بس انه احيانا انقل لك يعني نعطيه أدافول قبل ما تحمل 3 اشهر تاخذ المريضه تاخذ قبل ما تحمل 3 اشهر وبعدين ان شاء الله يكون ما في شيء يعني بس انه بدها مراقبه يعني انه كل شهر تروح تراقب الدكتور النسائي بهذا العمر. طيب دكتوره انه في بنات مثلا او نساء مثلا بيشاهدوا الدوره بالشهر مرتين مو هي بالعادة شهرية بتكون لكن مرتين هاي شو تعتبر حالة طبيعية ولا حالة مرضية؟ إذا لمرة واحدة وحالة نفسية تعتبر طبيعية بإذا تكررت كل شهر فاعتبر حالة مرضية فبهالحالة نحن نشوف السبب الأساسي ليش إنه لا سمح الله يكون عندها ليفة يكون عندها في فرط صنع بطانة الرحم أحيانا تعمل هالحالات النزوفية في أحيان يكون ما عندها شيء بس إنه حالة نفسية فإنه في حالة تصير الدورة تنتظم الدورة عندها. طيب دكتورة في معالجات حديثة لمثلا تنظيم الدورة عند النساء وهيك شيء؟ المعالجات يعني المعالجات قبل سن الزواج وبعد سن الزواج وقبل سن الزواج اكثر المعالجات هي معالجات هرمونيه بعد سن الزواج اكثر شيء البنت تقول والله تاثر على الانجاب فانا ما بدي اخذ منع الحمل انه مشان نظم لي الدوره بدي انه احبل كمان فاهم شيء يكون جراحه تنظيريه عندها انه غالبا يكون سبب مريض متعدد الكيسات فننصحها بال إذا ما حبلت شيء خلال 6 شهور وأمدت الحمل إنه من 6 شهور لسنة فإذا بهالعمر ما حبلت فغالبا نطلب منها تنظير يعني تنظير بطن فإن شاء الله هاي بتكون النتيجة إن شاء الله نيحة. طيب دكتورة شو بتنصحي أنت مثلا النساء اللي عندهم دائما اضطرابات بالدورة الشهرية إنه ضروري يراجعوا الأطباء ولا والله هو الأغلب ضروري يراجعوا إنه في أحيانا أسباب مرضية أحيانا مثلا يكون عندها الحياة يعني بجسم المريضة يعني مثلا ما يكون عندها رحم ما يكون عندها مبايض ما يكون عندها مهبل متكون فأحيانا يكون عندها كيس مبيض عندها في ليفات في ألياف عندها فإنه تراجع المريضة تشوف تعمل تحاليل وتعمل فحوصات إذا ما في شيء يقول والله الحمد لله ما في شيء يعني بس نظمنا الدورة وما بدأ شيء تاني. طيب إذا مثلا الدورة شهر شهرين ما كانت نظامية ورجعت نظمت مثل الأول هاي بتكون حالة طبيعية؟ حالة طبيعية ما في داعي لمراجعة. لا ما في عندها بس إذا تكررت ضروري مراجعة تراجع دكتور. طيب دكتورة يسرى شكرا لك كثير على هالمعلومات وشكرا على حضورك. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقة واستفدتوا من المعلومات الموجودة بالفقرة الطبية موعدنا بكرة بنفس التوقيت إلى اللقاء.